الفوتوغراف واحد ما يطلع صح. واحد ما يطلع برك. احنا يعني من البلدان يعني القليله اللي عندها فلاحه سنويه يعني في كل ايام السنه. اذا هذا المعرض كما حضرتم فيه اكثر من 176 عارض اللي جا اليوم قدموا المنتوج تاعهم اللي متنوع من فواكه من خضر اللي في بعض الاحيان خاصه لولايتنا. اليوم شفنا وكنا مع وفد من السكر الدبلوماسي على جوده وتنافسيه المنتوج الوطني، يعني نقدر نتكلم اليوم على تنافسيه المنتوج الوطني بانه ذا جوده عاليه يتوفر على كل الشروط اللي تخليه يكون على المستوى الدولي ويقدر يصدر بكل اريحيه لاخواننا المنتجين او حتى لاخواننا المصدرين. نظن يعني حتى فيما يخص يعني التسويق، يعني السيد وزير الفلاحه كان يطرح مشكل التسويق وحتى الفلاحين طرحوا مشكل التسويق، لان عندنا الحمد لله انتاج وفير جدا في الكثير من الاحيان يتجاوز القدر او الاحتياجات الوطنيه، وبالتالي اليوم مقبلين على تنظيم السوق للخضر والفواكه. شفتوا في الاونه الاخيره ان كل ما يعني وسائل التواصل الاجتماعي دارت رواج كبير. احنا اليوم رانا نكملوا في هذ المناضلين اللي راهم خارج البلاد اللي راهم يروجوا الى منتجاتنا الجزائريه ويدافعوا عليها بكل حده من كل العقبات سواء كانت مفتعله او عقبات حقيقيه. اذا الشكر موصول لهم. كذلك اليوم القيمه المضافه اللي تحققها الفلاحه والاخوان في الفلاحه مشكورين في لو بي دي ناسيونال تاعنا. الفلاحه تتصدر يعني تقريبا مداخيل الدوله والحركه الاقتصاديه والماليه نتاع البلاد. زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.